وزي كفن تبع الموجة. متذكروا احنا اكدنا برشا من الاول على الشراءات المباشرة. شراءات مباشرة من فايزر خاصة، هذه الكميات هذه مكنتنا من انطلاق في الحملة اللي حاليا استهلكنا الى حد الان 2.4 حوالي مليون جرعة تم تلقيح. وصلنا ومش وصلنا الى اخر شهر جويلية 2.1 مليون جرعة في اطار شراءات مباشرة ولا عن طريق الهبات اللي تحصلنا عليها ومازلنا مش تحصلوا عليها ان شاء الله. وهنا نتوجه بالشكر الى كل البلدان الشقيقة والصديقة اللي مكنتنا من الكميات هذية اللي تبلغ مع المخزون اللي يبلغ حوالي مليون جرعة، نوصلوا عنا 3.2 مليون جرعة حاليا من التلقيح. تو التلقيح موجود، وذلك علاش باش نقويو نسق الحملة الوطنية متاعنا متاع التلقيح. كيفاش باش نعملو؟ أول حاجة بالنسبة أيام العيد، ابتداء من الغدوة الساعة 1 بعد الزوال وإلى اليوم الثاني من العيد الساعة 7 مساء، قررنا تكون أيام مفتوحة لكل المواطنين التوانسة ب 29 مركز تلقيح لكل التوانسة اللي عمرهم فوق 18 سنة وراغبين في التلقيح، يتوجهوا ل 29 مركز باش يتم نشرهم في موقع الويب والصفحة الرسمية لوزارة الصحة باش يعاونونا يسهلوا الأمور ويسرعوا في الإجراءات. ماذا بينا يسجلوا في منظومة إيفاكس قبل ما يلتحقوا بالمراكز هذه. حبيت نقول التلقيح هذا مش يقول باش يكون بزوز أنواع متاع تلقيح، السينوفارم الصيني اللي هو يناسب كل الأعمار، وأسترازينيكا بالنسبة للمواطنين اللي أعمارهم فوق 45 سنة. دونك ابتداء من غدوة الماضي ساعة يلقاو المراكز مفتوحة. وهنا نتوجه بدعوة لكل أطباء، كل إطارات شبه الطبية اللي أعربت عن استعدادها للتطوع ومساعدتنا أن ينسقوا مع الإدارات الجهوية ويتصلوا بهم ويتوجهوا للمراكز هذه مش يعاونونا في الحملة هذه في الأبواب المفتوحة وبعض الأبواب المفتوحة. بالنسبة للمراكز احنا حاليا عندنا 96 مركز تلقيح، عندنا حاليا 50 مركز صحة أساسية، مش الأسبوع القادم مش نضيفوا 150 مركز صحة أساسية. كذلك الأسبوع القادم إن شاء الله ننطلق في تلقيح في الصيدليات الخاصة، وهذا دونك قريبا نعملوا عليه ندوة صحفية خاصة مع الأطراف المعنية ونعلنوا عليه ونعلنوا على كامل التفاصيل الخاصة بالصيدليات الخاصة. التلقيح طبعا في كل الأماكن سواء كان في القطاع الخاص ولا في القطاع العام مجاني، هذه معلومة لازم الناس الكل تعرفها مش نعلنوا عليها إن شاء الله مع القطاع الخاص. طبعا كثفنا حملات التلقيح المتنقلة، احنا إلى حد الآن لقحنا في إطار الحملات المتنقلة 108,000 جرعة تلقيح. وحبيت جست ننبه حاجة، احنا حاليا نستدعاو في 54,000 مواطن تونسي في المراكز، للأسف ما يجي منهم كان 75% من المواطنين هذي. اللي نحب نقول في اللخ رغم القدرات اللي طورنا فيها، وصلنا حتى 10 مرات الوسائل اللي عندنا تم تطويرها، نتوجه بالشكر هنا إلى كل مرة أخرى إلى كل إطارات طبية وشبه طبية والإدارية والعاملة في قطاع الصحة القطاع العمومي والقطاع الخاص وكل من ساهم في مجابهة الجائحة هذه، ونطلب منهم مش يواصلوا معنا ويقفوا معنا حتى ننتصر إن شاء الله على الجائحة هذه. أما برغم كل القدرات اللي طورناها حاليا بصراحة يلزمنا نعملوا كلنا مع بعضنا مش نكسروا حلقة العدوى هذه. دونك العيد جاي، العيد إن شاء الله ربي يعديه بخير على تونس كل إن شاء الله، كل عام تونس تونس الكل حي بخير. خلينا نحاولوه من خطر كما صار العيد اللي قبله وتسبب في الإصابات هذية، خلينا نحاولوه من خطر إلى فرصة إلى تكسير حلقة العدو. مش لازم نعيدوا جماعات كبيرة، خلينا نعيدوا في حلقات صغيرة في العائلات المصغرة حتى إن شاء الله تتجاوز العدوى هذه، نتجاوز الجائحة هذه، وبعد نرجع نعيدوا وإحنا فرحانين وإحنا حيين خير من نعيدوا وإحنا بعد ما نعيدوا لا قدر الله توليوا مرضى توليوا وفيات إلى غير ذلك. دونك ربي يحفظكم، ربي يحفظ تونس والمنظومة الصحية التونسية، بارك الله فيكم. وعسي تعافي الوضع الوبائي. كما قلت لك احنا في الذروة حاليا في الانتشار الوبائي، عندنا كما 5,000 مريض، عندنا قرابة حاليا 18,000 الوفيات، هذا الكل أرقام كبيرة
تتطلب منا مش ناخذ كل احتياطات الوقاية اللازمة. أنا كوزير صحة هنا نقول لكم حافظوا على صحتكم، حافظوا على عائلاتكم، الكرة في يدكم كما نقولوا، خاطر بصراحة ما أنا كوزير صحة ما نجم نقول لكم كان شيء هذا. يعني توقيت تعافي يعني الوضع الوبائي فترة، ما احنا في الذروة بحول الله من في شهر أوت إن شاء الله منتصف شهر أوت ونكونوا تعافين، أما يلزمنا نواصل المحافظة على الإجراءات الوقاية مش لقدر الله ما جيناش نكسة أخرى. سيد الوزير قلت 230 ألف متر، أصبحنا نستهلك 230 ألف متر من الأكسجين. الكونتيتي كيما الكمية اللي تنقصنا في الأكسجين. باهي، احنا في تونس عندنا زوز شركات تزويد للأكسجين. الشركات هذوما الطاقة القصوى نتاعها الإنتاج 100 ألف لتر. أنت تحسب بوحدك، دونك يلزمنا يوميا 130 ألف لتر نستوردوها من البلدان الشقيقة والصديقة.